وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي؟ أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني، ومنكم وإن عز الدواء أساتي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقات تتناول قضايا هامة في اللغة العربية، إنها تطرح قضايا حرجة وتطرح حلول صعبة، ولكنها في الواقع تحاول حل المشكل الذي تقع فيه اللغة العربية في عصرنا الحاضر. إذا كنت مهتما بهذا النوع من المواضيع فبادر إلى الاشتراك في هذه القناة علك تثريها بمساهماتك. هذه الحلقة حول مخارج الحروف الضائعة في اللغة العربية. يحب العرب أن يطلقوا على لغتهم اسم لغة الضاد، العربية هي لغة الضاد، ويعتقد الكثير من العرب أنه لا توجد أي لغة في العالم تنطق الضاد إلا اللغة العربية. في هذا الطرح هناك مشكلتين. المشكلة الأولى أن هناك لغات فيها حرف الضاد، أنا أعرف لغة واحدة على الأقل، اللغة الأمازيغية مثلا. المشكلة الثانية وهي الأعوص، وهي موضوع هذه الحلقة، إن حرف الضاد لم يعد موجودا في اللغة العربية، لقد تحول أكثر العرب إلى نطق الضاد ضاء، وهم بذلك لا ينطقون اللغة العربية. أنا أتكلم عن اللغة الفصحى ولا أتكلم عن اللهجة العامية. حينما يتكلم المثقفون باللغة العربية الفصحى فإنهم يقلبون الضاد ضاء. في مقدمة هذه الحلقات نسمع صوت الدكتور الأستاذ مبروك زاد الخير حفظه الله، وهو يلقي قصيدة مشهورة لحافظ إبراهيم حول اللغة العربية. اسمعوها بتمعن وانظروا كيف يقوم الأستاذ مبروك زاد الخير بقلب الضاد ضاء، وهو ما هو عليه من اللغة العربية ومن جمال الأسلوب ومن سلامة اللغة ومخارج الحروف الأخرى. بل أن كثيرا من الأئمة في المساجد يقرؤون ولا الضالين بدلا ولا الضالين، علما أن الضالين والضالين لا يحملون نفس المعنى. الضالون هم الباقون، أما الضالون فهم التائهون الضائعون عن السبيل عن الصراط المستقيم. يجب علينا أن نعترف بأن حرف الضاد قد انقرض أو هو على وشك الانقراض في اللغة العربية. لم يبقى إلا القليل الذين يستطيعون أن ينطقوه، ولم يبقى إلا الأقل الذين يميزون بينه وبين الضاد، خاصة في الكتابة في الإملاء. حينما نشاهد وسائل التواصل الاجتماعي سوف نرى الكارثة، لا تفريق بين الضاد والضاء. أما في دفاتر الطلاب فهذه المشكلة موجودة، وللأسف إنها موجودة أيضا في دفاتر بعض المعلمين بعض الأساتذة. الضاء أيضا تنتهك حقوقها في اللفظ بين بعض المثقفين في المناطق والبلاد العربية، ولكن وضعها أفضل كثيرا من وضع الضاد. الضاء تلفظ في كثير من البلاد ظاء، فظل تصبح ظلة، وظلال تصبح ظلال، والمظلوم يصبح مظلوم. وأنا أيضا أتكلم عن المثقفين ولا أتكلم عن اللهجة العامية. كثير من المثقفين الذين يطالعوننا في بخطب أو ببلاغات أو بيانات يقومون بقلب الظاء إلى الظاء. حرف الظاء غير موجود في الأبجدية العربية، فكيف نكتبه؟ فدعونا نستمع ونتألم. حرف القاف أيضا مثله مثل الضاد ومثل الظاء يتعرض للانتهاك، فأحيانا يقلب إلى قو، كاف مفخمة. وأيضا أعود وأذكر بأنني أتكلم عن المثقفين.
الشيخ علي الجفري مثلا في لهجة أهل اليمن حينما، وأحب أن أسمع كلامه، حينما يتكلم لا يقول قاف ولكنه يقلبها إلى نوع من بين الجا والكا. أنني لا أعترض على ذلك، بل أن القرآن يقرأ بهذه اللهجة أيضا، ولكنني أتساءل على قصور الأبجدية العربية بعدم وجود حرف لكتابة هذا المخرج حتى يمكن قراءته بسهولة. حرف القاف أيضا يلفظ أحيانا جا، ويقوم أهل اليمن بلفظ القاف جا بصفة عامة باللغة الفصحى حينما يتكلمون باللغة الفصحى. وأخيرا لا ننسى حرف الجيم، حرف الجيم أيضا الذي يقلب غالبا في بعض البلاد إلى جيم. لا يوجد حرف جيم في الأبجدية العربية، لا يوجد إلا حرف جيم، ولكن هذا الحرف يقرأ في بعض المناطق جيم وفي مناطق أخرى جيم، وهذا شيء غير مقبول. الجيم مخرج منفصل عن الجيم، يجب أن يجتمع حرفين يعبران عن مخرج، أحدهما يعبر عن مخرج الجيم والآخر يعبر عن مخرج الجيم، مثل ما هو موجود في بقية اللغات في العالم. يوجد في أكثر اللغات يوجد فيها حرف الجيم وحرف الجيم. لماذا في اللغة العربية لا يوجد حرف يعبر عن الجيم؟ حرف الجيم ضروري جدا في الكتابة العربية لأنه موجود في مخارج الحروف العربية كما قلت، كما أن حرف الجيم يتكرر كثيرا في المخترعات الحديثة التي تدخل إلى لغتنا أحببنا أو كرهنا. من منا لا يقول كيلوغرام أو جرام؟ والآن كيف نكتب كيلوغرام؟ في العراق يكتبونها كيلو كرام بالكاف، ولكن يضعون فتحة فوق الكاف ليميزوها عن الكاف حتى تلفظ جرام. في العراق يكتبونها هكذا. أما في سوريا فيستعملون حرف الغين للتعبير عن حرف الجا، فيكتبون كيلو غرام هكذا. في مصر يستعملون الجيم لأنهم أصلا يلفظونها جا. أما في المغرب العربي فبعضهم يستعمل الجيم وبعضهم يستعمل القاف، كيلو غرام هكذا. ما لا يعتبر ذلك استخفافا باللغة العربية وبالأبجدية العربية؟ أنا أعتبره كذلك. في الحلقة القادمة سوف نتحدث عن عكس ذلك، عن حرفين يبدوان أحيانا حرفا واحدا وأحيانا حرفين. إنها يا سادة التاء المربوطة التي تلفظ تاء أحيانا وتلفظ هاء أحيانا أخرى. إلى اللقاء.